أستاذ خالد، يعني بداية، ما هي أبعاد ما يقوم به الحوثي من استهداف للتعليم اليوم؟ طبعا أخي العزيز، البعد كارثي بالنسبة للوطن، لأنه أنت عندما تغير بهذا الشكل في المنهج وفي توجه التعليم وفي أيضا المقومات التي كانت عليها العملية التعليمية، سواء من حيث المعلمين أو الإدارة التربوية أو الإمكانيات، أنت معناته بتغير جيل. هذا الجيل للمستقبل سوف تأثر به بلاد، لأن أنت سوف تأتي على جيل قد له توجه آخر أو أفكار متغيرة كثيرة أو تجهيل. حتى يعني الآن أنت تتخيل أنه إحنا كان عندنا نسبة الأمية 25%، ووصلت العملية التعليمية في 2006 أن إحنا استطعنا نقطع شوط كبير للقضاء على محو الأمية، وقيمة المراكز في كل مديرية وفي كل قرية للقضاء على محو الأمية. الآن لو تتابع التراجع في العملية التعليمية، تجد أنه الآن إحنا بندرس محو أمية، ما بندرس تعليم رسمي، لأنه خلاص المعلمين مسحوبين من المدارس. أنت بترسل لهم مجموعة من المتطوعين، أصبح العملية كارثية، عملية تجهيل وطرد من المدرسة